الإفطار المثالي خصو ديما يكون كيبدا بالماء وبسكريات احاديه سريعه الامتصاص اللي هي التمور. بالنسبه للمرضى داء السكري ما خصهمش يتعداو 3 ديال التمرات. ابخي الماء والتمر خصهم يديروا واحد لابوز، هذيك البوز الجسم ديالنا كيستوعب بان الشخص راه فطر، دونك يمشيو يصليو المغرب ديالهم، ملي يرجعوا ان شاء الله خصهم يستأنفوا هذاك الافطار ديالهم. الوغ ياخذوا واحد الالياف على شكل اما خبز اسمر اما على شكل الحريره المغربيه، لان الحريره المغربيه هي غنيه بهذوك القطاني وغنيه بالنشويات، وتكون مرافقه معها مشتقات من يعني مشتقات الحليب على سبيل المثال، اما جبن خالي من الدسم ولا ريب بلدي.